حياتي. ثلاث شهور واقعين في هالأزمة، هذه أزمة كورونا. ثلاث شهور من الحياة في خوف دائم، ثلاث شهور في انعزال اجتماعي، ثلاث شهور من الخوف، خوف من كل شيء، خوف من الميكروبات، خوف من الجراثيم، خوف من الفيروسات، خوف من عدو غير مرئي، خوف من التحدث مع أي شخص، خوف من التواصل، خوف 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 طول الوقت. هل هذه هي الحياة التي نريد أن نعيشها؟ هل هي حالة الانعزال، حالة الابتعاد، حالة الخوف من كل شيء مرئي أو غير مرئي؟ هذه ليست حياة. الحل بسيط، يعني إحنا ما بنقدر نبتعد عن الجرثومات وعن الأوبعة وعن الأمراض وعن الفيروسات، فهي موجودة وين ما يكون، موجودة بالسيارة، موجودة في البيت، موجودة على المخدة اللي بننام عليها، على الفرش اللي بننام عليها، موجودة على الصحون، في الأكل. فمن الصعب جدا للأسف إن نبتعد عن الميكروبات، نبتعد عن الجراثيم، نبتعد عن الفيروسات. صعب إنه واحد يوهمنا إنه بأي طريقة ممكن نخفف من الفيروسات هذه أو نبتعد عنها أو نحمي نفسنا منها، لأنها موجودة للأسف وين ما يكون. فالأساس والحل الوحيد اللي هو الجهاز المناعي لدى جسم الإنسان، جسمنا، صحتنا، شو بناكل، شو بنشرب. بس الحل إنه نبعد عن هاي الميكروبات أو نبتعد عن هذه الفيروسات بطريقة أو بأخرى، هذا مش حل، يعني لأنها موجودة ومستحيل نقدر نبعد عنها. فالحل إنه نرجع لجهازنا المناعي، نعرف شو ناكل، شو بنتنفس، شو بنشرب، نحافظ عليه، ندير بالنا عليه، نعطيه المواد الجيدة، نعطيه الخضروات، الفواكه، الشغلات الطبيعية المجهزة بطريقة طبيعية، ناكل أكل كويس، نحاول نحافظ على البيئة، نمنعها من التدمير، لأنه هذا كله بيأثر على جسمنا وعلى جهازنا المناعي اللي هو زي ما احنا شايفين الجهاز الأول والوحيد، الأول والوحيد في التعامل مع هيك حالات مرضية أو هيك حالات أزمات بنمر فيها، أزمات صحية. مش الحل الابتعاد والخوف والجلوس في البيت وعدم يعني كفاية برمجة في عقولنا إننا نتقبل شغلات شوي شوي، قاعدين بيجبرونا ان نتقبل هاي الامور تدريجيا، نعيش حياة ثانية. هذه مش حياة، مش الحياة اللي احنا بدنا نعيشها. الحل الوحيد نرجع لجهازنا المناعي ونرجع لنفسنا ونعيد حسابات نفسنا، نعرف شو ندخل للجهاز المناعي، كيف نقويه، كيف نمنع انه نضعفه، نحاول نخفف من التلوث هذا اللي موجود حوالينا، نحاول نلاقي مناطق هادئة للسكن، مناطق بعيدة عن الاستحامات، بعيدة عن المدن، بعيدة عن التلوث. فخلاصة الحديث، البعد عن الميكروبات هذه مستحيل إلا يكون في تواصل بشكل كبير مع الميكروبات، مع الفيروسات، مع كل هذه البكتيريا اللي عايشة في الدنيا هذه. مستحيل نقدر نبعد عنها، احنا عايشين معها ومتعايشين معها بفضل جهازنا المناعي. إذا جهازنا المناعي قوي هو قاعد بيحدث بحاله. صحيح في أمراض جديدة وفي أمراض قديمة، في فيروسات بتطلع جديدة مغيرة من طريقتها مواصفاتها، بس هذا الشيء الجسم كمان بتغير، وقوة مناعة الجسم قاعدة بتتغير مع على أساس تضلها تعمل أبديت وتكافح الفيروسات هذه. بس لتغيير المناعة وتقويتها بحاجة لأنه إحنا نحافظ على الجسم هذا ونحافظ على المناعة، نمتنع عن أكل كثير من الأمور اللي أثبتت تدميرها للجهاز المناعة. على سبيل المثال السكر المصنع، الأغذية المصنعة، المواد والمشروبات المصنعة اللي ربنا بيعلم بس شو اللي فيها وشو تأثيرها على جسمنا، الشغلات المحيطة فينا، الذبذبات الكهرومغناطيسية، 5G، بكفي تخويف في الناس، بكفي تخويف في العالم، بكفي دبلجة لدماغهم وغسل دماغهم. خلي الناس يعيشوا حياتهم بالطريقة الصحيحة،
يهتموا أكثر لشغلات كويسة لصحتهم، كويسة لجسمهم، لعادات كويسة، لنظام غذائي كويس، لعيش كويس، للوجود في بيئة كويسة بعيدة عن الشحنات السلبة، بعيدة عن الناس السلبيين، بعيدة عن التلوث من الناس ومن الهواء ومن العالم. في شغلات كتير لازم نغيرها إذا بدنا نعيش حياتنا بدون أمراض. لازم يكون في عنا ارتياح نفسي، تغذية صحية صحيحة، تكثير من الأكل، الشغلات الكويسة الطبيعية بغض النظر هي فواكه ولا خضروات ولا بقوليات ولا مكسرات ولا لحوم، تكون مصدرها كويس، نتنفس هواء قدر الإمكان، نحاول نسيطر عليه، نحاول نقضي أوقات حتى لو ما نقدر نسكن في منطقة هواها كويس، نطلع بنزهات من البيت بدل ما إحنا قاعدين في البيت، ناخذ نفس شوي، نتحرك شوية، نخلي هالجسم يقوى أكتر، يقوي جهاز المناعة، ننشط الدورة الدموية، نمنع الأمراض الكتيرة اللي هي وقايتها ومنعها شيء بسيط جدا، الحركة، الرياضة، الهرولة، المشي، أمراض القلب، أكثر أسباب أمراض القلب اللي هي قلة الحركة والبدانة، وهاي الأمراض شائعة جدا وبتسبب لحالات وفاة للأسف لكثير من الشغلات. فخلينا شوي نصحى على نفسنا ونحاول نفكر بطريقة منطقية كيف إحنا ممكن ننقذ نفسنا هلأ وفي المستقبل من أي أمراض وأي مشاكل. فنعود الحل الوحيد، عودوا لحالكم، عودوا لجهازكم المناعي، عودوا لربكم، عودوا لأسلوبكم في الحياة هذه بحيث تكونوا أنتم مرتاحين نفسيا وضميريا، إنه مش قاعدين بتسووا شيء غلط لإذاء نفسكم قبل إذاء الآخرين. فبنتمنى لكم الصحة والسعادة، وشكرا، وخليناها على الماشي اليوم وبشكل قصير.